اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا تقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسلمين منا للمحسنين، وما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من صحة وسعة رزق، اجعل لنا منها وما قسمت في رزق وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صار رمضان إيمانا واحتسابا فاغفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فاغفر له ما تقدم من ذنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسر مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انس وحشته في القبور، اللهم انس وحشته في القبور، اللهم انس وحشته في القبور، واجعل جليسه العمل الصالح يا عزيز يا غفور برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اسلام المسلمين، اللهم انصر اسلام المسلمين، اللهم انصر اسلام المسلمين، اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر صلاة وتمكين للاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخوان المرابطين في الحد الجنوبي، اللهم سدد غميهم وقو اعزائهم وانصرهم على ملك عدوهم، واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي عراق وفلسطين والعراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم اجعلهم واكس عليهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم اعف عن اعداء الدين فانهم لا يعجزونك، اللهم لا تكن لهم رعايا واجعلهم لمن خلقك انت يا رب العالمين، وصف عليهم عذاب صفا والى بهم عجاب قدرتك يا عزيز يا جبار يا منتقم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا
حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم على سيدنا